نعم سارة تفضلي أختي. عليك السيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد بلد احنا في الصغار. تفضلوا. سيد وانا صغيرة أهلي وكلوني جري. كنت صغيرة وأكلت الجر. إيه؟ إيه يعني مريضة وكلوني عطر. بلي. يعني حلال حرام. حسيتي بعد كان في صغرك يعني وكلوك، الان سؤال شنو يعني حلال حرام؟ شنو عن المساله تسالين لو شنو اللي عليك الان؟ اي يعني وكلوني يا مان صغير. واضح، حياك الله، واضح. حياكم. متصل تفضلوا. جاء احد يعطيني حاجه. نعم. يقول لي هاي لك. واقف. السلام عليكم. عليكم السلام. يجي أحد يعطيني حاجة. بلي. يقول لي هاي إلك. بلي. وآخذها. يجي مرة ثانية ورا شهر، شهرين، سنة، سنتين، يجي يأخذها يقول لي هاي الحاجة إلي من فلوسي. إلى حق يقول، إلى حق يرجع يأخذها؟ إذا هو أعطاني هاي الحاجة وصارت مالتي شلون يأخذها؟ واضح واضح، حياكم الله. الأخت سارة سؤالها يعني تسأل أنه أنا كنت في صغري وتمرضت وأهلي أنطوني سمك الجري، أكلت سمك الجري، فهذا يجوز دولة؟ أولا أنت صغيرة والصغيرة ما مكلفة يعني بشيء، فما عليك يعني ما ليس عليك شيء، لا ذنب ولا هم يحزنون. وإذا كنت مريضة حتى لو كنت كبيرة، إذا الإنسان مريض وهذا يكون دواء فأيضا ما في إشكال، لا إشكال في الإنسان أن يتعالج بشيء مثلا يكون من ناحية الشرعية حرام. فأنت الآن ما عليك شيء، بس كنت صغيرة وأنطوش، وهذا لا إشكال عليك ولا استغفار ولا هم يحزنون. الأخ يقول لو شخص أعطاني حاجة، يقول أعطاني حاجة كهدية وقال هاي إلك يعني هدية، وأنا استعملتها وكذا، بعد فترة رجع إلي قال لي لا أعطيني إياها أنا مالتي هذه، هل يحق؟ يسأل السائل، هل يحق الإنسان أن ينطي هدية لواحد وبعد فترة يجي يرجعها؟ يصير؟ الجواب، الهدية في الواقع من العقود، الهبة يعني، الهبة من العقود الجائزة، يعني يقدر الإنسان أن يبطل، يعطي فشيء يقول له عفوا أنا بطلت، يقدر يرجعها. ولكن إذا استعملها الإنسان، الحاجة استعملها وعلى حال تصرف فيها، بعض الفقهاء يقول أنه إذا استعملت أو تصرف فيها ما يحق لأن يرجعها. بعض الفقهاء الآخرين يقول نعم حتى لو صرف فيه يقدر يقول يابا أنا أرجعها، الهبة يمكن إرجاعها حتى لو تصرف بها المهدى إليه. هذا على رأي يقول لا قبل التصرف يقدر، أما بعد التصرف ما يقدر. فالمسألة هي شنو فيها كلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعل عاقبة أمرنا وأمركم خيرا، ويعجل في ظهور إمام زماننا، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه، ويرحم شهداءنا. اللهم ارحم شهداءنا وعافي جرحانا، كثير من المجاهدين الآن مألومين على الأسرة في بيوتهم في المستشفيات، بعضهم مشلولين، بعضهم على حال معوقين، اللهم صبرهم، صبرهم على ما يعانوا منه. ولا تنسوني والدي من الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.